إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد سعد واهتدى وسلك منهاجًا قويمًا واتبع سبيلًا رشدًا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، لقد خلق الله عز وجل الإنسان ولم يتركه هملا، بل بعث النبيين والمرسلين ليبلغوا عنه ويهدوه إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي يحقق سعادتي الدنيا والآخرة. ووظيفة التبليغ عن الله تحتاج إلى شروط عدة حتى تكون ناجعة، ومن تلكم الشروط أن يكون المبلغ من الأخيار، وأن يكون قدوة حسنة للمبلغين. ولذلك اصطفى الله عز وجل أنبياءه ورسله على العالمين، وأمر الناس باتباعهم واتخاذهم أسوة في الإيمان والعمل والخلق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من اصطفاه الله تبارك وتعالى، وجعله خاتم النبيين والمرسلين، وأناطه بتبليغ الرسالة الكاملة الناسخة الخالدة لبني آدم. ففيما تتلخص مهمة أو وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول يبلغ عن الله عز وجل؟ هذا ما أجاب عنه القرآن الكريم في عدة مواضع نذكر منها قول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال مولانا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهاتين الآيتين حددتا وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم كمبلغ عن الله، فحددتها في أربعة عناصر. العنصر الأول هو تلاوة آيات الله عز وجل، يتلو عليهم آياته. العنصر الثاني هو تزكية الأنفس ويزكيهم، إذن هذه المهمة الثانية
لرسولنا صلى الله عليه وسلم. المهمة الثالثة هي تعليم الكتاب ويعلمهم الكتاب. والمهمة الرابعة هي تعليم الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن أربعة وظائف خصها الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم ليقوم بوظيفة الرسالة. وهذه الوظائف أيها الإخوة الكرام هي نفس الوظائف التي انتبه إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع القواعد من البيت مع إسماعيل، دعا الله تبارك وتعالى أدعية كثيرة منها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هنا فقط تتابع الوظائف جاء على غير الترتيب الذي جاء في مواضع أخرى في القرآن الكريم، وذلك لسياق الآيات التي جاء فيها دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم، يعني في الأمة العربية الإسلامية في أحفاده وفي الأمم التي تأتي من بعدها أو معها، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن هذه هي الوظائف الأربعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله عز وجل لسيدنا إبراهيم، ولذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن هو ما الفائدة من تعرفنا على هذه المهام؟ علاش بغينا نعرفوا المهام التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الفائدة معشر المسلمين والمسلمات هي أن نعرض هذه المهام على أنفسنا وننظر هل تحقق فيها في أنفسنا ما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم من وظائف. فنحن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، قام بدوره. إذا وجدنا خطأ في تديننا فالعيب لا يوجد في غيرنا، العيب يوجد فينا لا في غيرنا. الرسالة لا خطأ فيها، الباعث بها هو الله عز وجل لا خطأ منه، والمبعوث الذي بلغنا الرسالة والذي زكانا والذي ربانا والذي علمنا الكتاب والحكمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قد أدى مهمته. إذا وجدنا خطأ في تديننا فمعنى ذلك أن العيب يوجد فينا لا في رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المهام اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم الأربع يجب أن ننظر في أنفسنا هل تحققت وظيفتها في أنفسنا، فإن كانت قد حققت فمعنى ذلك أننا على صراط الله عز وجل وعلى هداية من الله عز وجل، وإذا رأينا أن واحدة منها لم تتحقق فينا فمعنى ذلك أننا بعيدون شيئا ما عما يجب أن نتحلى به وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الوظيفة الأولى قلنا هي تلاوة آيات الله. نعلم أن الله عز وجل قد أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، فكان صلى الله عليه وسلم يحفظ آياته ثم يبلغها لأصحابه تلاوة وإملاء وتبيانا، فكان يتلو هذا القرآن في الصلاة، هذا يتلو عليهم آياته، كان يتلو هذا القرآن في الصلاة، وكان يتلوه في وعظه، وكان يتلوه في خطبه، وكان يتلوه لكتابته، يمليه لكتابته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بحفظ الكتاب في صدور المسلمين بل اعتنى بحفظه في السطور، ولذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي الذين كان يستدعيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيملي عليهم ما تلقاه من القرآن الكريم،
ويبين لهم أين يضع الآية في أي صورة وكيف تنتهي الصورة وفي أي مكان يضعون الصورة حتى يرتب صور القرآن الكريم على ما أخبره الله عز وجل به. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى هذه المهمة حق الأداء، فحفظ القرآن الكريم وجمعه في الصدر وفي السطر، وبفضله وبفضل صحابته الكرام وصل إلينا القرآن الكريم كما نزل، فلم يمسه نقصان ولم تمسه زيادة ولم يمسه تحريف. فواجبنا في هذا المجال أيها الإخوة الأفاضل هو أن نكون ممن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن الكريم. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن مجرد تلاوة القرآن تعتبر عبادة يأجر الله عز وجل عليها أجرا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. التمرة ما عندهاش الريحة ولكن الطعم ديالها طيب. أما الذي يقرأ القرآن فهذا مثل الريحانة أو الأترجة، مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. إذن علينا أن نكون أيها الإخوة الكرام ممن يتلو كتاب الله عز وجل دائما، وأن يكون لكل واحد منا وردا من كتاب الله عز وجل حتى نحقق في أنفسنا المهمة الأولى التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها. الأمر الثاني هو تزكية النفس، وتزكية يزكيهم، تزكية النفس هو تطهيرها وتنقيتها من الصفات المذمومة والقبيحة، والسعي في تكميلها وتجميلها بالأخلاق الحسنة. تخلية ثم تحلية، تخلية من الشوائب وتحلية بالأخلاق الفاضلة. وقد أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوظيفة حق الأداء، فأخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، فرباهم على الرحمة والرأفة وعلى الحلم والعفو وعلى الجود والكرم وعلى الإيثار والأخوة وعلى الزهد في الدنيا والتشوف لما في الآخرة. رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم على حب الله والخوف منه والرجاء فيه والتوكل عليه والتبتل إليه والخنوع له، وبذلك جعلهم خير جيل عرفه التاريخ، جيل تربى على مائدة القرآن على يد خير معلم وخير مرشد وخير داعية وخير قائد، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الجيل أخذ الكتاب بقوة وحمى الرسالة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأرسى قواعد الدين وورث ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجيل الذي بعده، فجعل منه خير جيل بعد جيله. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الأجيال خير القرون قرني هذا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقاموا بدور الرسالة، فكانوا رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجبنا في هذا المجال هو أن نزكي كذلك أنفسنا كما زكى الصحابة أنفسهم، وأن نزكيها على منهاج النبوة. لا نبتدع في هذه التزكية ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نسير وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم ونتعلم بنفس النهج الذي علم به رسولنا صلى الله عليه وسلم. نتعرف على نقصان أنفسنا
ونحليها بعد ذلك بالأخلاق الحميدة الجميلة التي بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الوظيفة الثالثة ويعلمهم الكتاب. ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن الكريم. إذن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليتلو الكتاب وليعلم ما جاء فيه من أحكام ومن وعظ ومن ذكر إلى ومن وعد ووعيد إلى غير ذلك مما حفل به كتاب ربنا. يقول مولانا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس، إذن لا، أنت دورك كذلك هو دور تبيين لكتاب الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث مجرد ناقل لما أوحي إليه، ولكنه مترجم لما جاء به كتاب الله عز وجل. فكان كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فكان بخلقه هذا معلما بالكتاب لصحابته، تحلى بخلق القرآن وعلمه للصحابة. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفسر ما أشكل على الصحابة الكرام من آيات كتاب الله عز وجل. كلما أشكلت عليهم آية ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ففهمها لهم وبينها لهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أول مفسر لكتاب الله عز وجل. ولذلك نرى في كتب المفسرين وخاصة المفسر الأثر يبدأون أولا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الآيات، آية يذكر الآية، إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسرها وبينها جاءوا بالحديث الذي يبين ذلك قبل أن ينتقلوا إلى تفسير الصحابة الكرام أو تفسير التابعين، لأن هذه الأجيال إنما تعلمت من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التفسير بالأثر. كما أن علماء الحديث أفردوا أبوابا كاملة لتفسير القرآن. البخاري، نأتي إلى صحيح البخاري فنجد باب التفسير ويذكر الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر فيها بعض آيات الله تبارك وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم علم القرآن لصحابته الكرام. ثم تأتي المهمة الرابعة، وهي مهمة كذلك لا تنقص أهمية عن سابقاتها، وهي يعلمهم الحكمة. يعلمهم الحكمة، ما معنى الحكمة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام؟ هنا اختلف العلماء. الحكمة في اللغة العربية هي وضع الشيء في محله، أو قول ما يليق في المكان الذي يليق وفي الزمن الذي يليق. لكن الحكمة هنا إذا أردنا أن نتعرف على معناها يجب أن ننظر في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فنجد الله تبارك وتعالى يخاطب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، هي آيات الله هي القرآن، والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذا شنو هي الحكمة هنا؟ لا يمكن أن نجد لها تفسير في هذه الآية إلا أن نقول أنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، توجيهاته، حديثه، وعظه، كل ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة. علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه الحكمة التي كانت تتلى في بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على تلاوة آية الله عز وجل. إذن هنا المعنى للحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يقوله، ونزيد على ذلك ما كان يفعله وما كان يقرره من أقوال الصحابة الكرام. إذن هنا نفهم يعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم الكتاب ويعلمهم السنة، يعلمهم السنة،
لأن الوحي أيها الإخوة الكرام وحيان، هنالك وحي القرآن وهو الذي جاء بين الدفتين دفتي المصحف، وهنالك وحي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة وحي من الله تبارك وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما جاش بحال الفاكتور غير جاو قلنا ها القرآن إوا دبر راسكم معه، لا راه بحال الإنسان الذي يصنع، إنسان صنع آلة فالآن يبعث لك بكتاب يبين لك كيف تستخدم تلك الآلة إلى غير ذلك. هذه الآلة كذلك إذا تعطلت تحتاج إلى خبير، يأتيك الخبير ليصلح شأنها، هو اللي عارف. والرسول صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى هو الخبير بوحي الله عز وجل، لأنه مبعوث فبلغ الرسالة وفسرها وفهمها وأكمل الشريعة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل للمسلمين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذاك الشيء اللي آتاكم الرسول عنه خذوه، ذاك الشيء جاي من عند الله عز وجل. وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد والدارمي وابن ماجه، يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب يعني أوتيت القرآن ومثله معه، وجبت معه واحد وحي آخر اللي هو السنة أيها الإخوة الكرام اللي هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أوتيت القرآن ومثله معه. فالذي ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنكر شطر الوحي. إنسان يقول لك أنا إحنا بغينا نسمع القرآن ما بغينا ما نديرو بالسنة، هذا بحال اللي جاء وقال لك لا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث فقط غير يبلغنا، بحال الفاكتور يجيب القرآن ويوصلوني هذا الشيء، هذا هو الدور دياله. وهذا أي واحد يديره، أي واحد يقوم بهذا الدور، لكن غير تجيب القرآن وتوصلوا للناس هذا في متناول الجميع. لا أيها الإخوة الكرام، الذي ينكر السنة ينكر يعني قسطا مما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أغلظ القول في أولئك الذين سيأتون، تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيئهم، أغلظ القول في أولئك الذين يأتون يستريح الواحد فيهم منهم في أريكته ويقول ما جاءنا في القرآن نأخذ به وما سوى ذلك لا نأخذ به. لا، السنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت تكملة لكتاب الله عز وجل. القرآن والسنة متلازمان متعانقان، يحتاج الواحد منهما إلى الآخر، لا يمكنك تأخذ واحد وتخلي الآخر، لا بد أن تأخذ بهما. فالسنة بالنسبة للقرآن جاءت لستة أهداف. الهدف الأول إما أن تقرر ما قاله القرآن. الهدف الثاني أن تبين ما لم يفهمه الصحابة من كتاب الله عز وجل. الهدف الثالث أن تفصل ما أجمله القرآن. الهدف الرابع أن تقيد ما أطلقه القرآن. الهدف الخامس أن تخصص ما عممه القرآن. والهدف السادس أن تأتي بحكم لا يوجد في القرآن الكريم. هذه هي مهمة السنة النبوية، ولذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ولذلك ذكرها الله تبارك وتعالى في المهام التي أناطها لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وارحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نأخذ الدور الأول الذي تلعبه السنة النبوية بالنسبة للقرآن. قلنا بأنها تؤكد ما جاء في القرآن الكريم، والأمثلة هنا كثيرة، كثير من الأخلاق والعبادات ذكرت في القرآن الكريم وجاءت السنة لتثبتها ولتؤكدها. الأمر الثاني أن تفسر ما لم يفهمه الصحابة في القرآن الكريم. مثلا لما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ومن منا لا يظلم نفسه؟ يعني هذه الآية صعبة علينا إحنا، لا يمكن أن نحقق ذلك، آمنا ولكن حتى نلبس أنفسنا بظلم هذا شيء صعب. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، معناها لم يلبسوا إيمانهم بشرك. ففسر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ما جاء في القرآن الكريم. واش هو فسر من الرسول؟ لا، هذا وحي من الله تبارك وتعالى بين له ما جاء في الكتاب. الأمر الثالث هو أن السنة تفصل ما أجمله القرآن الكريم، ما أجمله القرآن. القرآن الكريم يتكلم عن الصلاة وأقيموا الصلاة، ولكننا لا نعلم كيف نقيم الصلاة، كم صلاة في اليوم نصلي، ما هي أوقات الصلاة، كم ركعة في كل صلاة، كيف متى تكون الصلاة جهرية ومتى تكون سرية، هذا لا يوجد في القرآن أبدا. إذا الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن نقول لهم طيب كيف ستصلون؟ ما كانش في القرآن كيف ستصلي. الزكاة كيف نزكي وآتوا الزكاة؟ واش القرآن تقولك تعطي ربع العشر ديال مثلا الأموال تاعك مثلا، أو كيف ندفع زكاة الإبل، أو كيف ندفع زكاة القمح، أو كيف؟ هذا جاءت السنة النبوية لتفصل ما أجمل القرآن. ونفس الشيء بالنسبة للحج، الله عز وجل تكلم عن الحج ولكن لم يبين تفاصيله، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليبين ذلك فقال خذوا عني مناسككم، والله عز وجل هو الذي أوحى لرسولنا كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الصيام وغير ذلك من الأحكام. السنة تأتي لتقيد في بعض الأحيان ما أطلقه القرآن. مثلا القرآن يتكلم عن الإرث، واش أي واحد يمكن له يورث؟ لا، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أن القاتل لا يرث شيئا. واحد عنده مثلا غادي يورث من عمه، وذاك عمه طوال العمر تاعه ما بغاش يموت، هو الآخر محتاج دوك الفلوس، مش قتله، هل يرث ذلك؟ أو الإبن قتل أباه أو إلى غير ذلك، ولا المرأة قتلت زوجها أو الزوج قتل زوجته باش يأخذ لها الفلوس ديالها ولا يأخذ الأسيرونس كما تنجروا دابا الآن في هذه المجتمعات، هذا لا يرث. ولكن القرآن لم يبين هذه الخصوصية، إنما جاءت السنة لتبينها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. ثم جاء الأمر الخامس، جاءت السنة لتخصص ما عممه القرآن. مثلا القرآن قال حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة والدم هذا حرام، جاء العموم، ولكن جاءت السنة النبوية لتخصص، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان. يعني هذاك الشيء اللي حرم الله الميتة والدم، ولكن كاين واحد جوج اللي خصص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حلال. أما الميتتان فالحوت والجراد، السمك تناكلوه بلا ما ندبحوه، وهذا اللي يقولك حنا ناخذه فقط بالقرآن، نقول له طيب سيدي خذ بالقرآن، من اليوم حرام عليك تأكل الحوت لأن الحوت ميتة ميتة، أقولك لا الحوت حلال، طيب شنو هو الدليل ديالك؟ كان في القرآن؟ لا ما كانش، إذن من خديته؟ من السنة، إذن أنت احتاجتي للسنة وانت تقول أنا خصنا نرمي السنة. والجراد كذلك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ودمان، والدمان هو الكبد والطحال، الكبدة والطحال هذا حلال أنك تأكلهم، واللي تيقول حنا ناخذوا القران هذا حرام عليهم الكبده، ما عمرهم يذوقوا الريحه ديالها، هذا الا كانوا تيحترموا القران، ما تيحترموا لا قران ولا شيء، هذا غير التحرميات كما تنقولوا، تيخصهم باش يبقاو يخرجوا راسهم حتى يسيروا وفق هواهم. ثم تاتي السنه بحكم قد لا يوجد في القران. القران مثلا حرم ان يجمع الرجل بين الاختين الا ما قد سلف، ولكن جاءت السنه لاحكام اخرى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، يمكنش الرجل يتزوج بالمرأة وخالتها أو بالمرأة وعمتها، حرمتها السنة ولم تذكر في القرآن الكريم، إذن جاء في السنة ما لم يأتي في القرآن الكريم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا يا أكرم الأكرمين. لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، رب الناس عجل لهم الشفاء يا أرحم الراحمين، أذهب عنهم الباس واشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.